من دقايق بس قبل دلوقتي النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي لنادي سان داونز بعنوان الاهلي يؤكد على تقديره لاعتذار نادي سان داونز واعتزازه بوجود موسيماني، وده ردا طبعا على الاعتذار اللي اعلن عنه سان داونز بشكل رسمي امبارح للنادي الاهلي بعد يعني الافعال او المواقف اللي حصلت من بعض من جماهير سان داونز قبل مباراه الاهلي والفريق الجنوب افريقي في مباراه الاياب تحديدا. النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده ارسل خطابا صباح اليوم لرئيس سان داونز، يعني بيتكلم بيقول ان النادي ابدى تقديره للاعتذار اللي تقدم به نادي سان داونز عما تعرض له فريق الاهلي ومدربه بيتسو موسيماني قبل واثناء مباراه الفريقين الاخيره، وهو ما يعكس حرص نادي سان داونز على السلوك الرياضي. والنادي الاهلي اتكلم في عده نقاط اهمها ان لم يكن ينوي اتخاذ اي اجراء، وهنا الكلام عائد على النادي الاهلي، حيال ما حدث احتراما وتقديرا للعلاقات المتميزه اللي تربط الناديين، وكمان اتكلم على انه يعني دايما العلاقات بتكون رائعه ومحترمه ما بين الاهلي والانديه الافريقيه بتحديد نادي سان داونز. وفي الاخر طبعا النادي الاهلي اكد على تقديره لقرار سان داونز باجراء تحقيق الاستبيان المتسبب، والاهلي كمان اعتز بتواجد موسيماني على راس الاداره الفنيه للفريق خلال الفتره الحاليه. العلاقات دايما بتكون مميزه ما بين الاهلي و فريق سان داونز الجنوب افريقي على مستوى الادارات في الحقيقه، وده امر مهم جدا.